اولا تنشكر دادز انفو على هاد الدعوه هذه اللي استطلاعيه على مواكبه الاستحقاق الوطني. وفي الحقيقه مقارنه مع السنه الماضيه الظروف ما غاديش نقول لك عاديه، جد ممتازه. انا تقريبا درنا لجان في النيابه اللي باش نواكبوا جميع المراكز ديال الامتحان ابتداء من اليوم الاول الى اليوم الثالث هذا. لا تقريبا زرت جميع المراكز ديال الاجراء، وصراحه تنشكر الطاقم الاداري والتربوي اللي سهروا على هذه العمليه هذه. وتنقصر كذلك المناسبه تنشكر السلطات الاداره، رجال الاداره الترابيه والسلطات الامنيه اللي هما تساهموا معنا في تسهيل هذه العمليه، ابتداء من التسلم المواضيع من الاكاديميه الى الان، وكذلك من تنغير الى ورزازات. وكذلك نشكر السيد المدير الاكاديمي اللي وضع واحد السياره اشاره الثلاث الاقاليم باش ما باقيش كل اقليم يمشي طلعت على الاكادير. دابا الاقاليم زاكوره ورزات تنغير تيجمعوا في ورزازات وتتكلفوا هذيك السياره ديال الاكاديميه باش تدير المواضيع الى اكادير. حقيقة اللي نجي نشوفوا مع السنة الماضية الغش ما كاينش. هاد السنة هادي ما كاينش، كلشي كاين انضباط، كاين الأساتذة الناس اللي مكلفين بالحراسة قايمين بالواجب ديالهم، كاين التلامد منضبطين. هذا هو اللي إيجابي كاع في هاد العملية، وهو التلامد حسوا بأن داكشي ديال الغش غير تيديهم الهاوية، لأنه ولا التلميذ ما يقدرش يعطي واحد الورقة لآخر الأجوبة لآخر، لأن يكون داكشي متشابه ياخذ لحظة كثر. لأن طرات السنة الماضية كاين حالة وحدة البارحة، ولكن تقبل السنة الحصة ديال الفلسفة بالنسبة للأحرار في هاد الثانوي اللي متواجدين بنا الآن في هاد المركز هذا. واحد ديال الأحرار غير جبد واحد الورقة، ورقة جبدها من جيبو بغي نقول، ولكن تساعدوا مع الناس اللي نعرفوا بأنه راه غير جبدها، ولكن هو تقلق وكمش الورقة ديالو ما بغيتيش يسيني حتى شي حاجة وخرج هذيك الدائره. ولكن ما تتسماش غش لان ما كاين فيها والو، الامور عاديه ما كاين لا غش لا والو في هذا الاقليم هذا من سبعه السنه هذه ديال هذا الامتحان ديال 2014. النصيحه هو الاعتماد على النفس، الاعتماد على النفس، وما باقيش يتبع لك العمليه، خصو يعتمد على نفسه ويحاول انه خذوا دروس من السنه الماضيه لو الاصفر اللي خذوا السنه الماضيه. التلميذ خصو ينضبط ويعتمد على نفسه وغادي يجيب حسن نقاط حسنه ان شاء الله. من الرحيم، اسمي عبد العزيز اشعو، قراية علوم فيزيائية، نزري دغيك علوم الحياة والأرض. صراحة يحلوينا في المتناول نسبة الغش زكوستاتين، صراحة المؤسسة غير موجودة. كومي ما في المتناول زعما يتناغورا معنا سرسنا ختيت ويا علوم الحياة والأرض. اللي هي أم عياش تقريبا على بعد 5 كيلومتر، 3 درجة زعما نارية غوري. ناريا غولي صغير الوليد ناريا. اي الحمد لله، شكرا، الله يعاونكم. معكم نجا تيتخويا حمو من الشعبه علوم فيزيائيه. يتغن الزري الثاني تخوشي، المهم المواد كلشي حلنت. نزري الفيزيك تحلى ولا المات ولا لونجلي ولا سيونس الحمد لله، غير يتغن سيونس شوي غير الحاله انه يمكن شوي جيرديس، ولكن المهم الحمد لله نتمنى النجاح، نتمنى كلشي الجامعه ينجح، كلشي مزيان المهم الحمد لله. معنا المستوى التلاميذ ولا كلشي كلشي مزيان الحمد لله. لا الدائره الغش عدت الرايين كديس والبهره تعتيس بكسي، اتمنى التوفيق.